TDCI, TDI, CRDI, DCI, DKD, CDI, TSI, HDI, TFSI, كلهم سميات ما كنعرفوش ديالها بالضبط. هي شركات عطات المحركات ديالها اسماء، حنا غنتعرفوا عليها اكثر ونتقربوا منها في هذه الحلقه. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من ماروك جرون توريزم. هذه الحلقه داخله في الكبسوله ديال دقيقه لطوموبيلتك. هذه المره غنقدموها انا وسال. ياك اول مره انا وسال؟ لا، سبق لينا قدمنا حلقه مجموعين في معرض السيارات العتيقه في موروكو مول. اللي بغى يشوف الحلقه على الرابط، ولكن هذه المره غادي نعاودوا حلقه تكون موجهه للناس اكثر. الناس بزاف بغاو يعرفوا الحلقه على المحركات اكثر من الناس اللي مهتمين بالسيارات العتيقه. تمام، هاد السميات بزاف فينا ما عارفش المعنى ديالهم بالضبط، ولا شنو هي الكابغافياسيون، واش مهمه ولا ماشي مهمه، ولا غير سميه، وشكون احسن من شكون. نبداو بشي موتور سفيان. نبداو بالشركات الكبرى، فولكس فاجن اللي عندها الموتور ديال تي دي اي، تي دي اي اللي كتعني توربو ديزل انجكسيون، ولا بلونغلي حيت الترتيب ديالها جا بلونغلي، توربو ديزل انجكسيون. اون جينيرال هو واحد الموتور بحال كاع الماتور ديزل تقريبا اللي في كاع الطوموبيلات، موتور ديال الحقل المباشر ديال الديزل بالانجكتور. كيبقى فرق قليل بطبيعه الحال في لي ماتيريال مستعملين ما بين موتور وموتور، مثلا الالومنيوم ولا الحديد ولا شي ماتيريال اخرى في طوموبيلات اللي هما واعرين كثر، ولا حتى في طريقه العمل ديال المحرك، يعني واش الكترونيك كثر ولا ميكانيك بنيوماتيك الى اخره. حتى في هذا الموتور كاين، سمح لي قاطعتك، كاين بحال اللي درنا في الحلقه ديال فولكسفاجن جولف 7، لي موتور اللي فيهم تي دي اي بزرق، هاد لي موتور تيكونوا ايكولوجيه شويه اكثر، تيكونوا فيهم لي ماتيريو لي ايكولوجيه، ماشي بحال لي موتور الاخرين اللي كانوا بالحمر. وندوزو الموتور الثاني ديال المرسيدس اللي هو سي دي اي. اش كتعني سي دي اي؟ سي دي يعني كامنري ديزل انجكشن، بحاله بحال تقريبا دي سي ديال الغونو قريبو الحروف، حتى هي دايركت كامن ريل انجكشن. هما كيف قلنا بحال فولكسفاجن ديال برينسيب انجكسيون ديريكت، يعني الحق المباشر. فرق طبيعة الحال، ولكن كاين فرق بين دي سي و سي دي. سي دي هو الموتور ديال مرسيدس، اي معاون مع رونو، ولكن ديال مرسيدس كيكون اون جينيرال في طوموبيلات اللي هما غاليين، مثلا تاخذ كلاس 220 الكبرى مثلا، ولا فئات الكبرى، ولا كلاس 220 ولا 250 راه كتكون سي دي. يعني فوا كتكون طوموبيله هي طبيعة الحال نفس السميه، ولكن فيها دي موتور ديال رونو، ومين كتزيد في في الموتوريزاسيون كتولي الموتور ديال مرسيدس بحال سيل او كلاس سيل 180 ولا 200 يكونوا قل، و 220 يكونوا ديال مرسيدس. بس الفرق كما قلنا في استعمال، مثلا التوربو غتلقاه كبر ومصنوع من مواد اللي كتحمل ضغط اكثر، ماشي بحال التوربو مثلا ديال غونو ولا ديال الشركات اللي هما كيصنعوا برودوي عندهم كاليتي اقل، كيكون مثلا مصنوع من شي مواد اللي ما كتحملش ضغط اكثر، دونك كيحاولوا يولدوا من واحد القوه اللي هي قليله. حتى هو نقدروا نقول ماشي ضروري ماشي ما يكونش فيابل، يقدر يكون فيابل، ولكن اون جينيرال كيف قلنا البرينسيپ ديال لي موتور راه بحال بحال. وكاين دي كا دي اللي هو ديال ثاني اكبر شركه، وفي شي عوام كتولي هي اول اكبر شركه في العالم اللي هي تويوتا. وكاين جي تي دي ام ديال الفا روميو، جروب الفا روميو. بالنسبه كيف قلنا الحروف اون جينيرال، هادو الحروف ديال سي دي تي حنا عرفناهم مزيان، تي را توربو، تي را ديزل، ولا دايركت ولا ديزل الاخري. بالنسبه للجي تي جيت، يعني تي الحق بحال مثلا فيات ولا الفا روميو كتلقى ملتي جيت ولا جي تي دي ام. وندوزو دابا المحركات ديال ليسونس. حتى المحركات ديال ليسونس فيهم بزاف ديال التسميات، ولكن هنا كاين اختلاف، يعني في شركه واحده كتلقى محرك حتى جوج حتى ثلاثه. يا كسال كتلقى اكثر من سميه، مثلا نقولوا ندوزو للشركه الكبرى بحال ديما، مثلا فولكسفاجن كتلقى تي اف سي و تي سي، يعني توربو تشارجر ستراتيفيد انجكشن. اون جينيرال كيكونوا الطوموبيلات صغار عندهم ماتر تي اف سي، الكبار تيكونوا تي سي، يعني خفاف ولا شي حاجه، ما فيهمش توربو، ما فيهمش، كتلقاهم موجهين للتسويق. و طبيعه الحال ليسونس راه هو المحرك ديال السبورتيف، يعني كتلقى طوموبيلات كبار اللي كيتحمل ضغط عالي، كتلقى عاوتاني تسميه اخرى وكاليتي اخرى ديال السرعه ديال الموتور. دابا تقربنا من التسميات ديال الماتر كثر، ندوزو لشكون احسن من شكون. هي اون جينيرال هذا راجع للاختيار ديالك للطوموبيل ولا الموتور اللي غتشري. ياك وسال، ولكن الا جينا نفكروا في واحد المنطق غادي نقولوا ان الا خسرتي فلوس بزاف، يعني الا استثمرتي فلوس بزاف غتاخذ كاليتي احسن، ولكن هادشي ماشي ديما تيكون، حيت باغ فوا كتاخذ طوموبيله
هي لا كاليتي ديما كتكون زايده في الطوموبيلات الغاليين ديال الموتور، تقدر يكون كاليتي ولكن ماشي فيابل، يعني فيه مشاكل. ماشي الطوموبيلات اللي غاليين بزاف ولكن الموتور راه ضيط الطوموبيل كتخسر سيرتو في لي سوبر كار وداك الشيء. وبطبيعه الحال هادشي اللي كنشوفوه من خلال ان بعض الشركات الكبار بحال مرسيدس بحال لاند روفر كيرجعوا للشركات اللي هما صغار في الموتور. بحال دابا مثلا المرسيدس كتلتج رونو في الموتور الصغار، لاند روفر تاخذ الموتور ديال بيجو مثلا ايفوك ولا بزاف الموديلات جات، ولا مثلا بحال البي ام اللي جات في بعض الموديلات ديال الموتور ديال بيجو. طبيعه الحال هادشي كينقص من القيمه ديال المنتوج، ما كيبقاش عنده نفس الكاليتي ولكن ما كتنقصش لا فيابيليتي ديالو. علاش؟ لان مثلا موتور اللي هو ماشي بويسون ما كيخسروش عليه بزاف في البحث العلمي، كيوجهوا البحث العلمي ديالهم في لي موتور الكبار ديال السرعه ديال العالم ديالهم، و تيخليو الطوموبيلات الاقتصاديين للشركات اللي مختصه في هذا المجال. طبيعه الحال دونك لا فيابيليتي كترجع كيف قلنا على حسب كل موتور، ملي كيخرج من لا ميزون كيتجرب واحد السنين والناس اللي كيخدموا به شنو غادي يقولوا عليه. ندوزو لدابا لواحد المعلومه مهمه نسينا ما هضرناش عليها سهل، واللي هي السعه ديال المحرك. بطبيعه الحال حيت السعه ديال المحرك كل ما تبدلات كيكون فرق كبير في المحرك، وخاص تكون نفس الشركه. يعني مثلا في المحركات الكبار بحال في 8 في 12 كان سبيسيفي هنا طوموبيلات ديال الفيراري وديال لامبورغيني لا اوروس. طبيعه الحال اللي ماشي اللي تيكون فيهم تنفس طبيعي ماشي توربوات، ما تيكونوش معقدين، تيكون عندهم واحد التوجه بوحدو. على عكس الماطر اللي هما صغار بداو من الانسيز 2 لتر، حتى شي ماطر اللي هما مثلا كسر كاع كيكون عندهم توجه اخر، كيكونوا ضروري محتاجين القوه اكثر من ناحيه التوربو. نعطي واحد التوربو ولا من ناحيه نعطيو المثال ديال البولز فاجن في الجولف مثلا انسيز 2 لتر في نفس كاع في نفس المحرك وفي نفس الشركه تي دي اي ديال فولكس فاجن ديال الجولف كاع مثلا الانسيس ماشي هو الدوليت، جوج بهم تيوربو جوج بهم مستعملين من نفس المواد تقريبا، ولكن فرق في الحجم كيلعب دور كبير، كيتحكم يعني في كل موتور من بعد كيفاش غادي يكون، يعني لافابيليتي ديالو كل واحد معروف بلي بان ديالو شنو هما، دونك حتى هذا كيلعب دور في المحرك اللي نختار على حساب الاستعمال ديالي وعلى حساب شنو بغيت وعلى حساب البطاريه اللي غناخذ مثلا واش ماندير واش اوتوماتيك. كيوجهني ناخذ واحد النوع ديال المحرك اللي هو غيصبر لي اكثر، اللي غنعتبره انا احسن واخا عنده نفس السميه تي دي. كانت هذه نبذه على التسميات ديال المحركات، حاولنا نديروها بواحد الطريقه اللي مبسطه وملخصه. اللي مازال بغى يتعمق يشوف واحد لا فيديو نخليوه في الديسكريبسيون ديال اوتو طبيب اللي هو شرحها بطريقه متعمقه اكثر، تبارك الله عليه. كانت هذه حلقه اليوم، نتلاقاو في حلقه جديده مع حوار جديد ان شاء الله ولا نصيحه ولا طنوبه جديده. علاش لا، ومن هنا لتم كنقول لكم ان شاء الله.